ولاليال إن شاء الله تعالى موضوع عن كهل الدونه كل ونسو قابنا يا قفك بين آدم كا إسلام كا وحلو ربنا يا إلا بشي إنو كد ذالو كو توحيد كقفك إنو كره لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى هذا تهي لا إله لا ونفي إلا الله وإثباته لا معبودك حق لو عابد مجر بحق حق لو عابد إلا الله إسلام يعني مركا حديث دير أو سو قابن دونه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وريه باوحوا لي ذات يوم بوكو لي اطلع علينا رجل نمباس نغصو بحي ذات يوم شديد بياض الثياب دركيس وآد وعديهي شديد سواد الشعر لا يرى أثر السفر أن لو قرن إن قفك إنه يهي قفك قروح ضبلا إدرك عد أدخبه شديد سواد الشعر تميسون آد وقروح بديهين ولا يعرف منا أحد وحقرن كرن أسن وملك جبريل وي حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة صلاة وين دوتم علوته وحنقر يا بوري توحيدك ينقر يا بوري لأن النبي محمد بويدي سؤال وتقيم الصلاة صلاة وين تكتم بوري وتصوم رمضان رمضان كان وين صوم تام بوري هذا كيان جبريل بوليد مليقة ورن إسرائيل ما محيط كو توحيد كوي صلاة كحكت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت أبو والله رب شكتب محمد يا أرنا يا وجبريل ملك الجبريل وصاحب الوحي وحي أيو الله وكاشي إنه كسر دجي القرآن كنا نبي محمد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء أنبيادي وسيرنا هرفدها وحيدهن والله يا ابني روحا قروح ضبطنا إيه بني آدم كويك السنة روح الليا فعجبنا له يسأله ويصدق قال وحوري فأخبرني يورن عن الإيمان قال وحوري أن تؤمن بالله الله وأنا أدرو ميسان وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وإن الشرع خير وحا إذ كنا وأنا أدرو ميسان قال صدقت فعجبنا له نبي جيبا صدقت ملك جيبا صدقت أورنا يا نبي محمد بن كله سؤال شري سجى ويديني كل خاص واحد من سؤالي ملك الجريب هذا نبي محمد سؤالي وربو حد يجاور رتابه دفاع خبرني عن الإحسان إحسان يجاور رمبوت محاونا قلي هذا قال وحول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله وق أرك يا مقتك استو ملك استو تاجنت هاي نبي محمد وقول قال وحول صدقت من باسكت قال وحول دفاع خبرنا عن الساعة والساعات قرب نعيسى قيامه قرب نعيا أدوك قرب على الروح يا نبي محمد يا سؤال يا وملك الدنيا عليه الصلاة والسلام رسولكم حكم جواب بأعلم من السائل عنها أذين السؤال يا ما أنا كاموك بالأبل مسؤول عنها من السائل كان السؤال يا وملك الدنيا بشيء أرسع عاد ما قرنها يبوري وهي وحيالها وسن بن آدم كشاق قوله وجه من الرب كقول مودي المهاورك كقدر قول مود الموقت ألو بأك ما قرنها تامون كجواب قال وحولي بل يقول رمبولي على مدى ساعة قرب يدعي تاوان كتواب يقول نبيكم حيث أنت لدى المرأة ربتها قبل وإن يدشو نين إساق حكومة ولد كذي با سيد النقن وقبل دي إسلانتي المويل كذي مالنتو يساوح عدون أيهو يلا كون نقطة مالنتا سيدوك رمبول نبيك كتواب وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتداولون في البنيان وحيري ما لنت أي دعي سبوري على مدى ساعة أركي دونتان تدكي وذقا قاود وحيري قريها سنة هذا أنا أرقنه نوال بوكوتر تما يكوي أريها الرعاء الربادي ما قريها دار نسانيا
ما أنت تعرقتن وقتك وارد ما ذي بوري هم هذين بنادن وقتك شو مركا أركاس أنت مركا دعدي ثم ترى قواتك ملك جرير ودقاق عمر بن الخطاب وحولي فلبست مليا دقيقة يرمى الميجي فدي رسولك إلى هذا أن يرسولك أمرك أصحابتي أنا جوابت أنا يقول سعوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي وحولي يا عمر أتدري من السائل ومرقي روح القروح لبناي واحد يعني سؤالي سيدنا وكلا أصحابته فدي ورمي أتقرنيش نكي قروح لبنا إيه لك قروح لبنا إيه ماذا حق قروح تبقى قروح لبنا إيه سؤال شامن إنت سؤالي سؤالي ما تقرنيش قلت وحان إليبور الله أعلم والرسول الله يا قرنيا يا إلهي نوم قرنيا وحير فإنه جبريل ملك جبريل ويا وصاحب الوحي والرئيس الملائكة فإنه جبريل أتاكم وحيدكم يمذي يعلمكم دينكم دين تين إنو إنبارو وقاذا بودي مرك ساسو كتشوابي حديث كاوا إناتكو عمل فشان رواه مسلم باوريي حديث كاوا حالي لا دوا مدار الإسلام إسلام كورت نمبو سوكوبي وماشا إتا سو كتب لغا قري وحديث كان أخريوي وهي التوحيد كان لغا صوب الله وشنتي أركانت أركان الإسلام شمتي خمس أركان شنتي أركان الإسلام كان لغا إيا اللحدي إيمانك إيا وحي أدون إنت كتاب أدون كان لغا قري إنت أم بكو ورقسان حديث كان يكو ورقسان إيسا صلاة واتير كإله جهاد كنوا والرئيس كيوي قف كستو مسلم وحال لبلا وين إسقاب بلاهم مالك وان سو قابنا يا لا ترى رحضي ولا ليالو بلنت حديث كنان او بلنت ان كسو قابنا علامة المنافق ثلاث حديث كاسان كو قابنا يانو رالي قاد علامة المنافق ثلاث منافق انت علامة ضوا صدح اذا حدث كذب مركو شاكين يبين بكو شاكين واذا وعد اخلف مركو واح بلان قادنا مكين ايو لعاق بان بحين بودي لعاق تقاران كان بحين بودي هلقنك هاي ايه والا سوء ايا بشان عم بحين هدان بريبان بحين هدان سادن بان بسوء هايو كتك ومنافق بالي اذا حدث كذبا مركو شاكين بغبين واذا وعد اخلفا مركو واح يبوهانو بلان تبو برون ايا واذا تومين خانا مركات بلان تانو كو خيام ايا مركز صدح ذا هل لقيت صدح ذا وصفها لقيت دكتور هذا وأنكبحي صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير